ألقت معالي الشيخة ميبت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار كلمة في مكتبة الكونغرس بالعاصمة الأمريكية واشنطن بالتعاون مع سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودائرة إفريقيا والشرق الأوسط في المكتبة، وذلك بهدف التعريف بمسيرة مملكة البحرين في الارتقاء بالحراك الثقافي. مكتبة الكونغرس في العاصمة الأمريكية واشنطن كانت الوجهة التي اختارتها معالي الشيخة مي بنت محمد الخليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار للتعريف بمسيرة مملكة البحرين في الارتقاء بالحركة الثقافية. وركزت معالي الشيخة مي في كلمتها خلال الندوة التي نظمت بالتعاون مع سفارة البحرين في الولايات المتحدة ودائرة أفريقيا والشرق الأوسط في مكتبة الكونغرس على أن البحرين تشكل نموذجا عالميا للنجاح في استثمار البنية التحتية الثقافية، موضحة أسباب إطلاق مبادرة مشروع الاستثمار في الثقافة. دائما نعول على الثقافة ونراهن عليها لكي تكون الرسالة أقوى، لكي نقول أن البحرين تملك من الأرث الحضاري ما يستحق منا العمل وتكرار العمل ومواصلة العمل لكي نبرز أهم ملامحها الحضارية. حين نتحدث عن البحرين ونعود إلى تاريخها العريق الممتد آلاف السنين بدءا بحضارة دلمون، ثم نتكلم عن عصرنا وما نجابه فيه من تحديات، ربما تكون الثقافة وسيلتنا التي دائما نراهن عليها لكي نصل إلى المتلقي في العالم أجمع بصورة صحيحة عن البحرين. من جانبه قال سفير البحرين لدى الولايات المتحدة معالي الشيخ عبد الله بن راشد الخليفة إن الاستثمار في قطاع الثقافة يبرز حرص المملكة على الارتقاء بالوعي العام والاستثمار في عقول أبناء المملكة. نحن اليوم نشهد كلمة قدمتها معالي الشيخة مي عن تاريخ مملكة البحرين وعن الوجهة الحضارية التي وصلت إليها في ظل قيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه. طبعا مثل هذه الفعاليات مهمة وتصب في مهام أو تحقيق أهم أهداف السفارة، ألا وهي يعني تعكس الصورة الحضارية والتاريخية لمملكة البحرين من خلال الأشخاص اللي ساهموا في دعم هذه الحركة منذ سنوات عديدة. وتعد مكتبة الكونغرس الأمريكية كبرى المكتبات على مستوى العالم، ولهذا كانت مقرا لهذا الحدث الثقافي. مكتبة الكونغرس هي أول مؤسسة ثقافية حكومية بأمريكا، وإحنا أكبر مكتبة في العالم، عندنا ما يعادل 180 مليون مادة من مجلات، من كتب، من أفلام، من موسيقى. ففكرة معالي الشيخة تعطي محاضرة عن الأركيولوجي شيء مهم بالنسبة لنا، لأنه عن مجموعة كبيرة عن الأركيولوجي من المجلات اللي بنجمع فيها. وقد شهد قطاع الثقافة في البحرين على مر السنين تطوراً واضحاً جعله نابضاً بالحياة. الثقافة والتنمية المستدامة وجهان مكملان لبعضهما البعض، لأن الثقافة تلعب دوراً فعالاً في تحفيز التنمية الحضارية عن طريق توفير فرص العمل وجذب الزوار والمستثمرين، ومن ثم استمرار تحقيق المنجز الثقافي والحضاري. تلفزيون البحرين من العاصمة الأمريكية واشنطن، إسلام براجة.